كثيراً ما نسمع بارتباط التغير المناخي وموجات الحر بصحة الإنسان والبيئة، والتي قد يظن الكثيرون للوهلة الأولى أن تأثيراتها تمتد فقط لصداع أو جفاف أو ربما طفح حراري، ولكن العلماء والباحثين أشاروا إلى أن تغير المناخ سيتسبب قريباً في زيادة حالات الإصابة بعدوى الأميبا نيجليريا فاولري، وهو مرض يأكل الدماغ. ربط العلماء ازدياد نسب الإصابة بمرض تآكل الدماغ لكون الصيف أشد مواسم السنة حراً، ما يدفع الكثيرين للذهاب للمسابح والبحيرات والتي تعتبر بيئة خصبة لتكاثر ووجود الأمراض. وكما أشار الباحثون إلى أن السباحين هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الأميبا، فهي عبارة عن كائن وحيد الخلية يزدهر في درجات الحرارة الدافئة ويعيش في التربة والمياه العذبة، كما يمكن أن تختبئ الأميبا في البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة ومياه الآبار ومياه الصنبور وحمامات السباحة التي لا يتم صيانتها بشكل جيد. وعلى الرغم من كون الأميبا وحيدة الخلية، إلا أن هذا الكائن الصغير يشكل تهديداً كبيراً للحياة، فبمجرد دخوله للمخ عبر الأعصاب يبدأ عمليته السريعة في تدمير خلايا المخ، مسبباً حالة مميتة تدعى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي PAM. أعراض PAM عادة ما تظهر بعد يوم إلى 12 يوماً من تعرض الشخص للأميبا، فيما يموت المرضى في غضون يوم إلى 18 يوماً من بدء الأعراض إذا ما سيطر عليها بشكل سريع وفوري، فيما يؤكد الأطباء أن هذه العدوى تعتبر نادرة عن غيرها من الأمراض التي يمكن أن تسببها البيئات الدافئة والرطبة في فصل الصيف. ومع ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر في المسابح العمومية والأماكن المكتظة لما تحمله من أمراض تعد ولا تحصى.